معكم المخمر بواحد الطريقه سهله وبسيطه وبالدقيق الكامل. اول حاجه غنديروها غادي ندير الخميره، نزيد فوق منها الماء، واحد راس ديال المعلقه ديال السكر، نديرو غير باش يساعد الخميره باش تخمر. غنخلط مزيان حتى تذوب ديك الخميره. من بعد ما ذابت الخميره غنزيد جوج معالق ديال الزيت البلديه، صافو غنزيد الدقيق. غنخلط هاد العجينه هاد الدقيق مع الماء مزيان مع الخميره والزيت البلديه، غنزيد شويه ديال الملحه. كما كنعرفوا الدقيق ديال القمح ما كيبغيش الدليك، قد ما دلكنا قد ما تيجيش زوين، ما يجيش الخبز رطب. انا غير بهاد المعلقه صافي. غنخلط مزيان هاد العناصر مع بعضياتها وغنخلي العجينه ترتاح. كما كنعرفوا كاملين الدقيق ديال القمح او الدقيق الكامل ما تيبغيش دليك. غنخلط هاد العناصر مع بعضياتها صافي وغنخليه يرتاح بحال هكا. العجينه تكون بحال هاد الشكل هذا كما كتشوف. هاد العجينه كتجي رطبه، كيجي الخبز لذيذ بزاف. المهم غنخلي العجينه ترتاح ومن بعد نرجع معكم. بعد ما خلينا العجينه ترتاح واحد شويه غنزيد نعاود نخدمها واحد شويه، نخلطها شي شويه بمعلقه بحال ما نخدموهاش بزاف غير شويه. صافي ونخليها ترتاح عاوتاني. خليت العجينه ترتاح رجعت معكم. درت شويه ديال الدقيق، باش نشكلها كويرات صغيرة. المهم بعد ما كورت كاع العجينة اللي عندنا الكمية كاملة غادي نقرصها. Thank you.
ما خمرت العجينه كما كنشوفوا، خليتها ارتاحت. الخبز كله جا من فوق، جا زوين. كنتمنى الطريقه تعجبكم وتجربوها، هي سهله بسيطه، ما فيهاش بزاف ديال ما فيهاش بزاف ديال الخدمه. نقول حنا غادي نديرو نضيعوا الوقت بزاف ولا شي حاجه، لا، نعجنوها بمعلقه ولا بسمو وتيخمر الخبز ومن بعد تنطيبو، ساهل ماهل. هانتوما كما شفتوا، هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا. كنتمنى هذه الفكره ديال اليوم تنال اعجابكم، تيجي رطب وتيجي هشيش. المهم انا ما طيبتوش بزاف كما شفتوا، لحقاش غدا غنسخنو، انا غير وجدتو للفطور، كيجي كله رطب وزوين. جربوا هذه الفكره هذه وما غاديش تندموا. كنشكركم بزاف، مع السلامه.